في حادثة مأساوية جديدة تعكس حجم الخطر الذي يهدد المواطنين، مصرع طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة انفجار مخلف حربي في منطقة الرميلة غربي المحافظة. كون هذه المناطق تعاني من انتشار الألغام والمواد المتفجرة التي خلفتها الحروب السابقة. حادث أم سارحين بحلالهم، حياتهم حلال سارحين بيه، ما كانوا لا علامات لا أي شيء، هم صغار بالعمر، ثار عليهم انثار اللي استشهد مكانه، والبنية اجت وصلت المستشفى صورتهم موجودة. المنطقة كلها الغام وجاي تشيل ثور على العالم، وجاي تأذي الحلال والطفال، طالب بالهواية حلال يثور عليه الغام ويتأذى الحلال والأطفال، هم تاير أكثر من مرة عليها. تعتبر محافظة البصرة من أكثر المناطق تضرراً بالألغام والمخلفات الحربية. لا توجد إحصائيات دقيقة، لكن الجهات المختصة تقدر المساحات الملوثة بحوالي 1,000,000 متر مربع تطوق المدينة، وتسببت بمقتل 13 شخصاً خلال العام الماضي، لا سيما الأطفال الذين يجهلون خطورة هذه المواد المتفجرة. بالأخص المنطقة الجنوبية تعرضت إلى كثير من الحروب، وهذه الحروب نتجت عنها هي كثير وأعداد كبيرة من المخلفات الحربية غير منفلقة، وبالأخص المحافظات الحدودية ومنها محافظة البصرة كونها محافظة حدودية وتوجد بها نسبة من المخلفات الحربية والألغام غير منفلقة. هناك دائرة تسمى دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة تقوم بالتنسيق مع مركز الإقليم الجنوبي للألغام في محافظة البصرة بالعمل على إزالة هذه المخلفات الحربية. هذا وتعيش الأسر في المناطق الحدودية حالة من الخوف والقلق الدائمين بسبب انتشار الألغام، حيث تحولت حياة البسطاء إلى جحيم متواصل يهدد أرواحهم وأرواح أحبائهم، ويأمل المواطنون أن يتم تكثيف الجهود لإزالة هذه الألغام. ملايين القنابل تقبع في أراضي البصرة الصحراوية، والتي تتسبب في وقوع حوادث مأساوية بشكل دوري، فالأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة نتيجة اللعب في المناطق المفتوحة دون دراية بخطورة الأجسام الغريبة التي قد يعثرون عليها. مصطفى الشمري، التغيير، مدينة البصرة.